استهدفت هذه الحملة المشتركة المقاهي والفضاءات التجارية ووسائل النقل العمومي والخاص معتمديتي جديدة والبطان من ولاية منوبة بهدف مزيد التوعية بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي. طبعا الوضعية اللي تمر بها بلادنا والحد من انتشار فيروس كورونا، وربي يفرج علينا وربي يحمينا من الفيروس هذا، شقوموا بحبنا يعني تفقد المقاهي والمطاعم وباش نوزعوا بالكمامات على المواطنين. ويخضع المخالفون للإجراءات الوقائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي إلى جملة من العقوبات الردعية وفق ما جاء في ترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة. نوعيهم، نحسسهم اللي راهو ريسك عليك، راهو يلزمك تحترم البروتوكول الصحي. في مرحلة ثانية ننبهوه، نزيدوا ننبهوه، نزيدوا نوعيوه، راهي هذه تجي، راهي هذه ما تجيش. أما في مرحلة ثالثة إنه نوصل لمرحلة الردع حسب القانون اللي عن اللي هو القانون عدد 30 والأمر عدد 433 في ترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، اللي هي قيمة الغطية توصل لستين دينار. هذه آخر مرحلة. مرحلات مختلفة، معناها كل احنا الأيامات ذوما يعني ركزنا خاصة على المقاهي والمطاعم، معناها ثم إخلالات على مستوى يعني أشهر على أشهر الأسعار، ثم إخلالات على مستوى معناها إخلال بترتيب الدعم، معناها واستعمال يعني مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها. في صالحنا الناس الكل، في صالح الركاب، في صالحنا زاد احنا متعرضين ديما أكثر حاجة، احنا متعرضين احنا الشوفرة ديما متعرضين. لابس ماهوش لابس الكمامة نتاعو ما نركبوش أنا. باهي قلت لك توسيع الوعد على منطقة جديدة، باهي كل شيء، باهي راهي كديما تدور الحملة هذيا، راهي باهي للمواطنين الكل راهي. وتبقى مثل هذه الحملات التوعوية مهمة ومطلوبة في هذا الظرف الاستثنائي للحد من انتشار فيروس كورونا ومراقبة مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي. يرحم والديك، البس الكمامة، البس الكمامة وحط